طيب احنا معانا كمان خبر حلو جدا خاص بمحمد صلاح، طبعا نجم ليفربول. هو فاز بجائزه لاعب شهر فبراير، ده كان في الدوري الانجليزي من رابطه اللاعبين المحترفين، وهو نشر الحساب الرسمي كمان لليفربول على تويتر، قال كده تحديدا الحساب الرسمي ليه: تهانينا محمد صلاح على اختياره لاعب شهر فبراير في الدوري الانجليزي من رابطه اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير، وبيتصدر صلاح قائمه هدافي الدوري الانجليزي في الموسم الحالي 2021-2022 برصيد كام بقى؟ برصيد 20 هدف، عشان يحقق النجم المصري رقما استثنائيا بتسجيله 20 هدف للمره كام؟ للمره الرابعه في 5 مواسم. يعني اعتقد دي حاجه يعني ما هياش بسيطه، وحضراتكم جيتوا قارنتوا الارقام دي بنجوم برضو سابقين ولهم اسم، هتلاقي ان الفرق قليل جدا، فحاجه اكيد تشرفنا جميعا.